في عناوين هذه النشرة: لبنان يدخل الساعات الأخيرة قبل حظر التجول التام. وزير الصحة في الحجر بعد تأكيد إصابات بين أفراد مكتبه. هل يؤدي التجاذب بين المعنيين إلى تأخير وصول لقاح فايزر؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن هناك لجنة في وزارة الصحة تحدد لمن الأولوية في إعطاء اللقاحات، وأوضح أن حين طلبت الشركات قانونا لكي نسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ وخلال 48 ساعة وتم وضع مسودة قانون، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة طارئة خلال الساعات المقبلة لإقرار القانون الذي ينص على استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا. هذا القانون عم ينعمل لكل الشركات اللي عم تنتج اللقاح وليس لشركة معينة. ليه؟ لأنه كل الشركات اللي عم تنتج اللقاحات منشان كورونا فيروس بدها نفس القانون من أي دولة كانت، لأنه الشركات عم تنتج هاللقاح كلياتها عم تاخد اذن بيقولوا له استعمال طارئ. يعني هيدي الجائحة معظم الدول قالت له للشركات المصنعة اعملوا فاكسين ونحن بنعطيكم اذن طارئ قبل ما تخلص كل الترايلز اللي كانت بدها تنعمل من قبل وتاخد وقت طويل. ليه؟ لانه البشرية كلها عم بتعاني من الجائحة هيدي، وانتو عم بتشوفوا آلاف الناس كل يوم عم بتموت بكل الدول، مش بس بلبنان، بكل الدول. يعني امبارح بالولايات المتحدة الأمريكية عم بيقولوا فوق 4000 وفاة كانت. بالطبع نحن وضعنا وضع كتير صعب كمان. وضعنا خلال هالأسبوع هذا والأسابيع الجاية يمكن يكون وضع أسوأ. عشان هيك نحن لما طلبوا الشركات قانون لا يسمح لهم نسمح لهم باستخدام هاللقاحات بلبنان بصورة طارئة، نحن بلغنا يوم السبت كلجنة صحة نيابية اجتمعنا افتراضيا وقررنا انه نعمل اجتماع طارئ. وانتم بتعرفوا تنين عملنا الاجتماع و جبنا ناس قانونيين، بتعرفوا انتو بالنهاية هيدي بدك تعملها قانوني، لانه هذا اول مرة هذا القانون بينعمل بلبنان، فعشان هيك بده يكون معنا قانونيين كمان. يعني خلال 48 ساعة تقريبا لجنة الصحة النيابية عملت قانون ومسودة قانون، واليوم اعضاء اللجنة كلياتهم يعني صار في نقاش معمق سواء من ناحية طبية ولا من ناحية قانونية، لأنه نحن عم ندور شغلتين، الناحية الطبية والناحية القانونية. عم بيجيني أسئلة كثيرة إنه مزبوط هاللقاحات حتكون للسياسية؟ لا، مش مزبوط الحكي. في لجنة بوزارة الصحة برئاسة طبيب مميز اسمه الدكتور عبد الرحمن بزري، هو مستلم هيدي اللجنة الوطنية للقاحات، هو عم يحط حسب المعايير العالمية، مش من عنا، حسب المعايير العالمية كمان اللي هي حطتها CDC. أولا لتحت 16 سنة والأطفال
ما حنلقحهم لانه ما في لغايه هلا داتا عنا انه شو قديش نسبه الدوز اللي المفروض انعطى لهول الاقل من 16 سنه، والستات الحوامل لانه ما بنعرف اذا في مضاعفات على الجنين. في ابحاث هلا بكل دول بامريكا وباوروبا عم تنعمل على هالقصه هيدي. و من فوق ال 65 سنه اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم سكري، اللي عندهم ضغط، اللي عندهم امراض مزمنه، فهودي لهم الاولويه، هودي لهم الاولويه. بعدين بتبلش تنزل من 65 لل 55، بعدين من 55 لل 45، بس بهالشكل هذا. بس مش صحيح، برجع باكد، مش صحيح انه سياسيا حيكونوا اول ناس. هذا وعد اخذناه من الشركه وتعهد، مش مرة واثنين انسألوا، عدة مرات سألناهم السؤال هذا. حيتسلموا الفاكسينات بالموعد المحدد اللي أعطوه لوزارة الصحة اللبنانية. طب في حال استلمنا ب 12 شباط، متى تبدأ حملة اللقاحات في لبنان؟ المفروض بس توصل اللقاحات تبلش. أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه بدأ فترة من الحجر الصحي، ريثما يجري الفحوص الضرورية اللازمة بعد تأكد إصابة 3 من أفراد مكتبه بفيروس كورونا. إلى ذلك، نشرت وزارة الإعلام فيديو توعويا جديدا على مخاطر جائحة كورونا التي تتهدد الجميع دون استثناء وفي كل الأماكن. خي، خالة، ستي، بي، رفيقتي، زميلي بالشغل، امي، ابني بالبيت، ما هي ما بتظهر لمطرح، على الارجح بالبنك، يمكن عند الجيران، بالدكان، ما بيعرف وين، بالشغل، يمكن هي وعم تشتري غراض، بالمطعم. كم روح لازم تروح لنلتزم؟ خلنا نلتزم. قبل ساعات من الأقفال التام لعشرة أيام، الهلع سيد الموقف، واللبنانيون يواصلون التهافت لشراء المواد الغذائية. ريما حمدان. مشاهد الزحمة والاكتظاظ أمام السوبر ماركت والأفران عادة ما تتزامن مع مسألتين: الأولى لدى سماع المواطنين أخبارا عن ارتفاع محتمل بالأسعار أو انقطاع لسلع غذائية معينة من السوق، والثانية بسبب الإغلاق التام الذي لم يعد مستغربا منذ سنة مع انتشار وباء الكورونا. لكن نفسيا مفهوم التخزين والتموين لدى اللبنانيين هو سلوك دفاعي باتجاه تحصين أنفسهم من إمكانية الجوع، لا سيما أن لبنان مر بحروب، كما تؤكد المعالجة النفسية شارلوت خليل، حيث يمكن اختصار الأفراد في التخزين أكثر من الحاجة الاستهلاكية بالهلع والخوف من الأسوأ. اليوم الحاجات بتوصل للحاجات المعيشية، للخبز وللأدوية، الناس ما بقى فينا نطلب منها تكون عم تفكر بموضوعية، بس أكيد لازم ندفع أو نطلع أكثر برامج ترجع تطمن العالم، ترجع تحكي بالعقلانية اللي عم نفقدها شوي بشوي. ما في إلا الخوف والهلع هي اللي ممكن تكون الإجابة على الشيء اللي شفناه بآخر يومين، لأنه هن ردود الفعل النفسية على مشاعر الخوف بتدفع الأشخاص خصوصاً بمواجهة الأوبئة، بمواجهة النقص، إنه يتمونوا. وإذا نحن بنرجع شوي لبيئتنا اللبنانية، كيف خلقت المونة بالبيوت؟ لأنه عيشوا جدودنا جوع بفترة بالحرب، فصاروا يمونوا لأنه بيخافوا من إنه ينقطعوا، بيخافوا ما يلاقوا حاجياتهم، بيخافوا من فقدان السيطرة. ردات فعل المجتمع اللبناني هي نفسها التي أصابت المجتمع الأمريكي عندما ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات، ففي هذه الحالة لا يستطيع الفرد التحكم والتفكير بعقلانية. شفنا ردات فعل اكستريم كتير، هيدي بتدل اكيد انه نحن في قسم كبير منا ما عم يقدر هو يتحكم او يكون ردات فعله النفسية مناسبة للوضع اللي نحن اليوم موجودين فيه. وبدي اضيف شغلة، انه اليوم عقلية القطيع، شو هي عقلية القطيع؟ هي معدية، يعني انا بشوف القسم الاكبر من الناس عم تتصرف هيك، بقلدها. ليش بقلدها؟ بقلدها لأطمن، بقلدها لحس حالي انه انا قادرة اتحكم بالاشياء. هيدا الشيء اللي عم نشوفه بلبنان اللي بيتعلق بس
السوبر ماركت وبتخزين الحاجات والتموين، شفناه بكل بلدان العالم إذا بتتذكروا. يعني أول شيء شفناه بأمريكا لأنه كانت أرقامها كتير مرتفعة. التعداد اليومي للإصابات بالكورونا في لبنان كان بالعشرات ومن ثم بالمئات، واليوم أصبح بالآلاف. بالتالي من كان يعتبر الوباء مجرد وهم أصبح يدرك أنه ليس كذلك. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع نسبة الوفيات بسبب الكورونا جعل الموت أقرب من كل فئات المجتمع، وعليه سلوكهم النفسي وهلعهم بات مبرراً. قدام الاضطراب، يعني قدام مواجهة الخوف والهلع والموت، لنكون واعيين، نحن صار فيروس كورونا قريب منا كلنا. هيدا اللي استوعبوه اللبنانيين اليوم بالأرقام اللي طلعت بعد رأس السنة. لفترة مش بعيدة كنا عم نسمع بعضنا أقوال، وسمعناها للأسف كمان بهاليومين، إنه ما في كورونا، نحن عنا ما في كورونا، نحن أقوى من الكورونا، نحن عنا مناعة، نحن ما بتقدر الكورونا علينا. نحن بعد عنا هالذهنية عن قسم كبير من العالم، هالإنكار خطورة واقع الكورونا وصلنا لنحن اليوم فيه. وما ننسى أنه نحن بلبنان صار لنا سنة عم نتخبط بضغوطات اقتصادية كتير كبيرة، العالم عايش الفقدان، عايش العجز، عايش الخوف من بكرة، فعم بتجرب بأسلوبها، كل واحد بالأسلوب اللي من وجهة نظره بحسهم ملائم، إن نجمع هالشي خطر أكيد. إذن سلسلة ضغوطات يعيشها اللبنانيون بدءا من الضغط الاقتصادي والنقدي، مرورا بكم هائل من الأخبار المزيفة والمفبركة لإرباك المجتمع، وصولا إلى الكورونا التي باتت خطرا لا يمكن الاستهانة به. كل ذلك يقودنا إلى ظواهر اجتماعية نفسية مضطربة، بالتالي من الضروري استشارة اختصاصي إذا دعت الحاجة لذلك، والأهم مقاربة الأمور بمنطق خلال هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها لبنان. طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة المواطنين إلى أن لا أزمة بنزين خلال الأقفال العامة، ولا داعي للتهافت المواطنين على المحطات لأنها ستفتح في الأوقات المحددة لتأمين الطلبات الأكثر إلحاحا. وأشار أبو شقرة في تصريح له إلى أن الموزعين سيسلمون المستشفيات، وأوضح سنفتح كالعادة وسننفذ قرار التعبئة وسيتم توزيع المادة على المحطات بشكل طبيعي، لافتا إلى أن محطات البنزين والموزعين والشركات المستوردة مستثنون من قرار الإقفال. وألفت إلى أن الجعلات المخصصة للمحطات والموزعين غير كافية، مذكرا وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بها لكونها لم تعد مقبولة في ظل الغلاء وارتفاع سعر الدولار. وأشار إلى أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط، ولا جواب حتى الآن في هذا الخصوص. وفي وزارة الطاقة اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط المرتبط بمناقصات الفيول والغاز. أما التفاصيل فمع الزميلة ريتا نصور أنجليني. ريتا تفضلي. نعم جورج، انتهى بالفعل قبل شوي هذا الاجتماع بوزارة الطاقة اللي مثل ما ذكرت هو مخصص لوضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط المتعلق بمناقصات استيراد الفيول والغاز. الخلاصة اللي فينا نقولها أنه من بعد 15 سنة من توقيعه بعهد حكومة فؤاد السنيولة كسر أخيرا عقد احتكار شركة فوناكستراك لاستيراد الفيول والغاز. لبنان اليوم للمرة الأولى أمام دفتر شروط جديد لاستقدام الفيول عبر مناقصات شفافة بمعايير دولية وبرقابة مشددة مثل ما بتقول المصادر المعنية للأوتي بي، وذلك تطبيقا طبعا لقرار مجلس الوزراء اللي كان صدر بحزيران الماضي. دفتر الشروط هذا اللي عم نحكي عنه وضعت لمسات الأخيرة عليه باجتماع اليوم، وذللت آخر العقد اللي كانت تعتريه والمتمثلة باشتراك شركات عالمية بالمناقصات. مصادر مطلعة ومعنية بهذا الملف أكدت للأوتي بي أنه دفتر الشروط وضعت فيه ضوابط لعدم تكرار التجارب السابقة بملف الفيول المغشوش. هذه الضوابط بتبلش من عملية الاستلام وصولا إلى فحص هذا الفيول. الخطوة الثانية جورج ستكون إطلاق المناقصة بشكل رسمي. هالشي رح يتم بحسب المعلومات ومبدئيا باليوم الأول بعد انتهاء فترة التعطيل والإقفال الناتج عن كورونا. أمام الشركات الراغبة بالتقدم مهلة معقولة، ما قدرنا نعرف على المضبوط قديش هيدي المهلة تتقدم الشركات عروضها، ولكن بعض المعلومات يتحدث عن أنه قد تصل إلى 3 أشهر بتقدم خلالها الشركات عروضها على أن يصل لاحقا إلى فض هذه العروض، وبالتالي بحسب المصادر نفسها سيبدأ استيراد الفيول قبل منتصف العام الحالي إذا صارت الأمور كما هو مرسوم لها وكما هو متوقع. وبالتالي بنكون ضرب
أكثر من عصفور بخجر واحد، أولا كسر عقد الاحتكار، ثانيا وصلت الدولة اللبنانية مبالغ كانت عم تتقاضاها الشركات الوسيطة من بعد ما أصبحت خارج اللعبة هذه الشركات وصار الاستيراد مباشرة من خلال هذه المناقصات وهذه العقود. شكرا لك زميلي ريتا نصور أنجليني. فاصل ونواصل هذه النشرة. نتابع النشرة مع جديد الملف الحكومي والزميلة غريس مخايل. غريس تفضلي. جورج، بالواقع خطوات سياسية متتالية حصلت بعد الحديث المسرب لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عن الرئيس المكلف سعد الحريري، فقد يكون أبرزها هو اتصال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالحريري مستنكرا ما سماه هو التعرض للرئاسة الثالثة. هو الذي كان أصلا دعاه خلال إطلالته الإعلامية الأخيرة إلى الاعتذار. وفي هذا الإطار أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله للأو تي في أن هناك أصولا للخصومة السياسية والتعاطي بين المسؤولين، ومن هذا المنطلق أتى اتصال جنبلاط بالحريري للاعتراض على الطريقة التي جرى التعامل بها معه بحسب التسريبات الإعلامية التي حصلت. وردا على سؤال حول السبب الذي يحول دون تضامن جنبلاط مع رئيس الجمهورية ومقام الرئاسة الأولى، هو الذي يتعرض لحملات كبيرة تطاوله بالشخصي وليس فقط بالسياسي منذ فترة كبيرة، قال عبدالله للأو تي في سنقوم بذلك عندما يستدعي الأمر وكل شيء بوقته حلو. هذا ما قاله النائب بلال عبدالله، ولفت كذلك إلى أن أسلوب السقوف العالية لا يحل المشكلة، والمطلوب حكومة تعنى بشؤون اللبنانيين الداهمة، خصوصا أن الوضع الاقتصادي والمالي والصحي بخطر كبير. أما مصادر الرئيس الحريري جورج فلفتت للأو تي في إلى أن نية سعد الحريري كانت واضحة بالتجاوب مع مبادرة تركي، هكذا قالت مصادره، لكن كلام رئيس التيار الوطني الحر الأحد النائب جبران باسيل أطلق على الأمر الرصاصة الأولى وعاد بعدها رئيس الجمهورية ليطلق على المبادرة الرصاصة الثانية، خصوصا أنه أكد أن كلامه هو مثل كلام النائب باسيل، ومن هنا أن محاولة تحييد الرئيس عون عن النائب باسيل قد فشلت بالنسبة إلى هذه المصادر التي أضافت وقالت أن دوائر القصر الجمهوري وبدلا من الاعتذار عن الأمر قالت أن رب ضارة نافعة، يعني الأمر بالنسبة إليها غير مرغوب به. ولفتت كذلك إلى أن القضية اليوم هي بيد رئيس الجمهورية والمطلوب ليس اعتذارا إنما المطلوب الإفراج عن الحكومة، وبالتعاون مع أن تكون من 18 وزيرا من المستقلين ومن دون ثلث معطل ومن دون هيمنة فريق واحد على الوزارات الأمنية الثلاثة كما تقول مصادر الرئيس الحريري عبر الأو تي في. وفيما يتعلق بإمكان تحرك حزب الله على خط تفكيل عمليات التشكيل، أكدت المصادر أن ليس مهما أن يتحرك الحزب أو أي طرف آخر بقدر ما هو مهم أن نرى المعطيات والحلول التي سيتم اقتراحها. أما مصادر مطلعة فلفتت عبر الأو تي في إلى أن الاستثمار السياسي الذي حصل بعد التسريبات حاصلة غايته الهروب إلى الأمام وعدم الإجابة عن السؤال الأساسي عن متى ستتشكل الحكومة، خصوصا أن النسخة المتداولة لهذه التسريبات هي غير صحيحة وهي محرفة وتم تحريفها، وعوض عن استغلال هذا الأمر الذي هو يعني لا يعد كونه أكثر من كونه دردشة عفوية بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، فليكن الرد بالنسبة إلى هذه المصادر هو عبر استئناف الاتصالات حتى نتمكن من معاولة الحديث عن عملية التشكيل وتفعيل هذه العملية وعدم الوقوف أمام الحملة، خصوصا بعد موضوع التسريب. وبالحياة السياسية قالت هذه المصادر دائما هناك مواقف حادة لكنها لا تكون سببا لتجميد مصلحة البلاد ومصلحة الشعب اللبناني العليا، ويجب تجاوز هذا الأمر. يعني كل هذه المعطيات ومزيد منها في تقرير مفصل في نشرة الثامنة. جورج، شكرا لك زميلة غريس مخايل. وقبل المتابعة نشير إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة للمجلس النيابي في 15 كانون الثاني نهار الجمعة في قصر اليونسكو، وذلك لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، والجلسة تعقد عند الساعة 2 من بعد الظهر. أيام ترامب الأخيرة عاصفة بامتياز، فهل يحاكم من جديد؟
صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بتفعيل التعديل 25 من الدستور، والذي يسمح له بعزل الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب أو تنحيته عن مهامه. وكان بنس قد أعلن رفضه اللجوء إلى التعديل 25 للدستور لتنحية الرئيس ترامب، وقال في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أنه مع بقاء 8 أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنت والكل الكتلة الديمقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل 25 للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمل أعباء منصبه. وأضاف: لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا. وشدد بنس في رسالته على أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة، هي إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة، ولا يمكن بتاتا استخدامه وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة. كما لفت بنس إلى أنه قاوم كل الضغوط الشديدة التي تعرض لها من داخل حزبه لإبطال الأصوات الانتخابية من الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن، وأوفى بواجبه الدستوري في المصادقة على فوز منافس ترامب بالرئاسة، وتابع: لن أستسلم الآن للجهود المبذولة في مجلس النواب لممارسة ألعاب سياسية في وقت شديد الخطورة في حياة أمتنا. وكانت بيلوسي قد حذرت بنس من أن مجلس النواب لن يتوانى عن إطلاق محاكمة برلمانية ثانية لترامب إذا لم تتم تنحية الرئيس بموجب التعديل الدستوري. إلى ذلك، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي بأن ترامب لا يفكر في الاستقالة المبكرة لأنها تعني الإقرار بالهزيمة. وفي سياق متصل، رأى خبراء أمريكيون قابلتهم وكالة أنباء نوفوستي أن ترامب قد يعفو عن نفسه، إلا أن ذلك قد ينقلب ضده ولن يحميه من الملاحقة القضائية المحتملة على مستوى الدولة. علق موقع يوتيوب المملوك من شركة جوجل مؤقتا قناة الرئيس دونالد ترامب، وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف. وقال يوتيوب في بيان أنه في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديد تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياستنا. وأضاف البيان بأن القناة الآن ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد أقله لسبعة أيام. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولكن للمزيد تابعوا OTV دوما عبر إنستغرام، فيسبوك، تويتر وموقع otv.com.lb. إلى اللقاء.